الاستعمال ديال المساجد هو مسؤوليه ديال الدوله، لان السلطه لما كيكونوا الفقهاء اللي في المنابر ديال المساجد كينتقدوها كتزولهم في البلاصه، ما كتسمحش لهم يديروا نقد ضد السياسه ديالها او ضد. ولكن لما شي خطيب كيستغل المنبر باش يشتم الناس ويقذف فيهم ويخوض في الخلافات السياسية اللي في المجتمع، أو يمس الأحزاب أو يمس الجمعيات أو تيارات في المجتمع كيخليو، وهذا لا يجوز. علاش؟ لأن وضعية المسجد في الدولة المغربية هو وضعية ديال الحياد، هو ديال الوعظ والإرشاد الديني، بمعنى خاص الأئمة والخطباء المساجد يشرحوا للناس الدين ويديروا لهم الوعظ بما يفيد أنهم يمشوا في الطريق المزيان. ولكن ما عند الحق حتى شي واحد في المنبر انه يتكلم على شي حد اخر في الغياب ديالو ويتهمو قدام المصلين. والا هنا المنبر ديال المسجد ما بقاش منبر محايد، والا ما بقاش منبر محايد خص يدوزوا للناس كاملين باش يتناقشوا فيه. دونك غادي يولي من حقي انا باش نبين بان هاد الائمه كيكذبوا عليا، لانهم كيكذبوا على المصلين وكيقولوا لهم كلام ما قلتوش، يقول لهم راه عاصد كيقول النبي ارهابي، والمسلم اللي قلتي له راه فلان كيقول لنا بيه راه يقول لك هذا الشيء هذا منكر، بينما الحقيقه انني عمري ما قلت هذا الشيء ولا اقصده، وخص الناس يفهموا هذا الشيء. وهاد الخطباء ماشي خطباء محايدين، هما منخرطين في تيار معين، وهذيك التيارات كتبغي تهيمن في منابر معينه. احيانا السلطه كتتخذ اجراءات زجريه ملي كتمس هي، ولكن ما كتاخذش اجراءات زجريه كيتمسوا ناس اخرين. فإما حياد المسجد وإما الحق ديال كل واحد باش يرد من نفس المنبر، بحال في الجرائد بحال في الإذاعات بحال في التلفازات، لأن غادي يولي المسجد مجال ديال الصراع السياسي. حتى ولينا كنشوفوا في الفيديوهات مثلا في تونس ولاو الناس كيدابزوا بالبنية في داخل الجامع، كيكون شخص كيخطب كينظروا الناس من وسط الجامع كيبغيو يسكتوا، وكتبقى هذا الشيء مخجل أن الناس يوصلوا لهذا المستوى، مخجل.